وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلقوا جميعا مبادرة شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيكية. المبادرة دي عبارة عن أكشاك ثابتة بتعمل على توعية المواطنين هناك بأخطار الأكياس البلاستيك، كمان أيضا بتوفر بدائل آمنة وصديقة للبيئة. استعدادات الخاصة بكوب 27 ومؤتمر المناخ اللي هيكون في نوفمبر القادم هنا في مدينة شرم الشيخ لسه مستمرة، لكن كمان على هامش المؤتمر في فعاليات هامة جدا بتحصل هنا على أرض الواقع. محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاونوا مع بعض في مبادرة هامة جدا للتخلص من فكرة الكياس البلاستيك. هنروح دلوقتي نعرف إيه قصة المبادرة وإزاي بيوعوا الناس، ونعرف إيه هي حلم الشباب دي وطموحهم وأهداف المبادرة. يلا بينا. الحملة دي بتستهدف ان احنا هنلغي استعمال اكياس البلاستيك في شرم الشيخ. احنا رحنا حملات نظافه كتير، احنا اصلا من فريق محمي، وبنتفاجئ ان احنا بنلاقي اكياس بلاستيك بكميه كبيره في المحميات. فالحمله دي اشتركنا فيها ان احنا هنلغي استعمالها في شرم. بندي للناس الاول، بنعرفهم ان احنا ممكن ما نستعملش اكياس بلاستيك وليها بديل، ليها اكتر من بديل، بس البديل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا نديهم شنطه قماش مستدامه. الشنطه دي بيعرف يستعملها في حياته عامه زي شنطه السوق بتاع زمان كده. انا باجي اكلم الناس بقول لهم ان دي حمله من وزاره البيئه مدعمه من محافظه جنوب سيناء، بنوزع فيها شنط قماش بديل عن الشنط البلاستيك، عشان خاطر الشنط البلاستيك بتضر البيئه وليها ضرر كبير على البيئه يعني، فبنحاول نمنعها خالص. المبادرة دي زي الفل، بس يا ريت تتعمم في القاهرة بحالها علشان نخلص من منظر الشنطة السوداء والشنطة البلاستيك ده، أحسن لنا وصحيا أحسن. ادينا شنطة صديقة البيئة، نجيب بها حاجات من السوبر ماركت. احنا ليه ما نبدلش الأكياس بدل ما هي بتتعب جدا الحيوانات والحياة البحرية بحاجات هتبقى أفضل، ويعني نستخدمها أكتر من مرة وهتبقى أحسن بعد كده يعني. طبعا فكره جميله جدا، وبالاخص في مكان يعني في مكان سياحي زي شرم الشيخ. تمام، واحنا برضو من رايي الشخصي ان هي لو تنزل في كل المحافظات مثلا، وبالاخص الصعيد مثلا والكلام ده من رايي الشخصي عامه يعني.